فهد مكي الفنان التونسي صاحب هذا الصوت المميز اللي كنتوا تسمعوا فيه. احساسه عالي هذا الفنان، مبدع موسيقيا فنيا اداء، يعني ما شاء الله ابداعاته توصلنا في مجموعه من الاعمال ان شاء الله اللي باش تسمعوها الليله ان شاء الله تباعا في لمع الافام، وهو الليله ضيفنا مباشره عبر موجه اذاعه تطاوين. فهد مساء النور. مساء النور خويا مجيد. اهلا وسهلا، شنو احوالك انت صديقي؟ لاباس الحمد لله يا خويا. ادام الله هذا الابداع، والله ادام الله عليك هذا الابداع صديقي. عيش خويا عيش، كذا من حسن ذوقكم من حسن اخلاقك، وقبل كل شيء نحب نحيي ونرحب بالمستمعين الكل اللي يسمعوا فينا تو الكل تطاوين. نحييك انت والفريق العمل معاك اللي فريق العمل، وان شاء الله نقضي ولما حلوه كما تحكي انت ان شاء الله باذن الله. نعرف انك انت فنان متمكن حتى موسيقيا ما شاء الله، يعني متمرس في هذا المجال. فهد انا نعرفك من سنوات ونتبع ايضا في مسيرتك وتنقلاتك وتحركاتك، يعني فهمتني، اما انا دائما مراقب عن بعد، فنشوف فنان يعني بحجمك وعنده طبعا خامه الصوت اللي عندك ما شاء الله، مع الانتاجات هذوما الكل نعرف ان عندك ما شاء الله. ممكن الناس اللي يسمعوا فينا يقول لي الاغنيه هذه سمعنا هذه، انا نحبها بصوته، نحبها بصوت فهد سبحان الله. فما برشا مش هو معناتها اللي تحكي فيه انت هو يتسمى حاجه مالوفه لها برشا، لكن 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 الفنان لكن لهنا برشا حاجات تخلي الأغنية بتاع فهد ولا الأغنية حتى بتاع برشا فنانين، مش كان فهد أصواتهم حلوة ومتمكنين وتبارك الله تونس تعوج تونس مولدة راهي معناتها. نعم مش نبدأ واضحين، أما الفنان إنسان الإنسان عنده برشا مشاغل وبرشا التزامات أخرى، وكان جاء فهد يعيش كان الفن ممكن راه هو موضوع آخر، أما ممكن فهد في الفترة الأخيرة بعد شوية ما بعدش يقعد ديما فنان يقعد ديما موجود، ممكن قليل الظهور صحيح جدا مش قليل، سمحني يا فهد. مش نسألك سؤال المجيد، مش نسألك سؤال، أنت أصلك منين؟ تطاويني. باه، وأنت إيش تعرف على أهل الجنوب؟ أنا وذرفي من قابس. في بالي باه. نحن عنا نحن نشتركوا في حاجه اللي نحن من الجنوب نعتز بها، لان نعتز بها راكم طبعا. انا وذرفي وجيبسي بير، امي وبابا ولاد عم مكي، فهد المكي حتى اللقب بتاعي هو لقب العائله. المكي دار معروفين في معناتها دار في جيبس في وذرف في معتمديه وذرف. نشتركوا في حاجه نحن جماعه الجنوب، عنا برشا خشم وبرشا عزه نفس، ممكن تقول لي لا توانس الكل عزيز نفسه، ما نحن عنا ما تزيد أسعار معتها ما أنا بابا يقول لي الله يرحمه توفى لي 3 سنين ولا 4 سنين الله يرحمه، يقول لي ولدي أعمل الفن بالتونسي ما تعملوش كباباك. أها شوف ما تكونش كباباك خاطر بابا كاسح، ولكن انا ما نجمش نكون ما نجمتهاش يا خويا، هذه العمليه اللي حكيها لي ما نجمتهاش. باهي معادله صعيبه لقيتها. اذا كان انسان عاش 30 ولا 25 ولا 15 ولا 20 سنه وهو واضح ما نجمش نكذب، ما انا كي في معناتها ما تعودش نكذب، ما تعودش ننافق. يعني فما الليلة مواضيع راهو معاك يا فهد، مواضيع باش نطرقوا لها الكل، لكن انا نحب نبدا حواري معاك صراحة، نحب نسمع صوتك. قبل كل شيء انا نحب نشكرك ونحب زاد معناتها جوستومون معناتها هاو باش نشتركوا زاد، انت انت تو تكلمت على فهد حسب ما نقدته فنيا حكمت عليه ما غير حد شيء، لا مشكلات لا شيء، هذاك طبعك وهذاك اسلوبك وهذيك طريقتك وهذيك نتفقوا فيها.
الحكايه هذيك انت كي خممت فيها قلت باهي فات لي علاش على خاطر هكا هكا وقلتهم ديجا عدتهم وانا نشكر فيك شعور هذاك ونحن باش نعملوا لما والمواضيع موجوده ولا يهمك كبار حكايات الليله ان شاء الله باش نحكوها مع بعض. اما خلينا بدايه للناس اللي يسمعوا فينا ومتابعينا كلهم الليله اللي هم في شوق ويحبوا هكا حتى من بعد يعرفوا اخبارك, اما زاد ما فيها باس ان يسمعوا صوتك الليله لايف. الاغاني كلها موجوده باش يسمعوها ان شاء الله تيبا عن الكل. ويعطيك الصحه يا فهد اللي بعث لنا المجموعه هذه. انا عندي سابقا لكن زدتني زاد مجموعه اخرى اللي ما عنديش, فهي اضافه ويشرفني انا ان يكونوا عندي مجموعه كامله الفهد مكي به. شو نسمعوا بصوتك الليله لايف صديقي؟ نسمعوا باش نعطيك باش نعملوا ممكن اليوم هي سيره ذاتيه اما بالموسيقى. اي سيدي شكرا يعطيك الصحه. كل ده كان لي لما شفت عينيك. كل ده كان لي لما شفت عينيك. حني قلبي إليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك. حني قلبي إليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك. كل ده كلي اي سي مجيد, هذه اول اغنيه غناها فات على جدو. يعطيك الصحه, قديش عمرك وقتها؟ هذه الاغنيه كل ده كان لي انا عندها على جدو 11 صغيرون هكا. زيدنا فهد زيدنا يلا بما ان العود. بودع بودع وبودع الدنيا معك وبودع الدنيا معك بودع بودع وبودع الدنيا معك وبودع الدنيا معك. جرحتني قتلتني جرحتني قتلتني قتلتني وغفرت لك قسوتك بودعك بودعك من غير كلام ولا سلام ولا كلمة مني تجرح. أنا أجرحك أنا أجرحك باسم السلام. ارحل أوان حبي الكبير بيحرسك في سكتك. الله 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 معك. الله 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 والله. شوف وانت تغني وتددن ومحلها الصوت وشوفوا ما يحكوا. ايلول شكرا لك يا ايلول, ما شاء الله الصوت كتير حلو. شكرا يا ايلول, شكرا ليلى, تحيه لك بربي منشد لها كورس يا ريت. اي شكرا للمجموعه. ددن ددن يا سيدي ددن والله معك. حبي اللي غاب من عمري أنا حياتي عذاب
حرمت الهنا الهنا الهنا. حب اللي غاب من عمري أنا حياتي عذاب حرمت الهنا الهنا الهنا. من بعدك لمين الزهر بين حيني وبتشرق لمين شمسك يا دنيا. من بعدك لمين الزهر بين حيني وبتشرق لمين لمين شمسك يا دنيا. حبي يا غالي ساكن ببالي سواد الليالي حياتي أنا يا حبي يا غالي ساكن ببالي سواد الليالي حياتي أنا الله ما شاء الله والله ما شاء الله. شوف اسمع معايا والله ممكن يغني انت عمري لأم كلثوم باهي يا إلو باهي. خلينا نقرا شوية. دندنة العود والله تتغلغل بالروح مع جمال الصوت وصفائه الله عليك. شكرا صبري شعير الله 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 بسم الله ما شاء الله. شكرا ليك من غير كلام والله ولا كلمة مني تجرحك. أنا أجرح. يعطيكم الصحة سلام. شكرا محسن شكرا ليلى شكرا شيماء يعطيك الصحة. الحبيب شكرا يا حبيب وشكرا للبقية للكل. انت عمري لأم كلثوم علش لا ممكن كل شيء ممكن. ليلى بما ان فهد موجود انا حسيتها فهد متسلطن بداية والله من صوتك ما شاء الله متسلطن يعني فعلا الله الله يا جمال صوتك. شكرا يا ايلول يعطيك الصحة عايشك. هذا يفن فنانة وتونسي صوتا شنو نعطوهم حويجة أخرى وبعدها باش نبدو مباشرة نعطوهم قيت آخر وبعدها نرجع إن شاء الله مباشرة لحوارنا مع بعضنا. شنو رأيك؟ يلا سيتي معك. هتحب نعديه في المباشر ولا لا مباشر لا لايف. انا بالعود موجود الاغاني كلها موجوده هذيك كلها باش تمشي تباعا بعد الكل لايف بالعود. لا والله اي مذبية والله مذبية. حنان شكرا يا حنان والله دندنة محلاها الليلة. اي يا مسافر وحدك يا مسافر وحدك وفين اللي تبعد عني اللي تبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما يسلم فيا قلبي أنا مسلم ودعني من غير ما يسلم وكفاية قلبي أنا مسلم دعني يا دموع
دموعها تتكلم دعاني يا دموع دموعها تتكلم يا مسافر وحدك وفايتني اللي تبعد عني اللي تبعد عني ترى والله ما شاء الله. شوف انت تو حليت باب كبير 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 للطلبات للامانه والله العظيم يا فهد. صبري شعير وتحيه لآل شعير الكل، بربي تحيه ليهم يا صبري من غير ليه لو سمحت يا استاذ ولو مقطع صغير من عندك هيك. لبنى شكرا لك يا لبنى، يعطيك الصحه ويا ريت كان لك معايا اجمل حكايه، مقطع جميل جدا. شكرا يا لبنى حبيب، شكرا ايلول، شكرا شيماء، الكل الكل دون استثناء يعطيكم الصحة. ننطلق في حوارنا ايها الرائع، ولا شنو رايك؟ ولا تحب ترضيهم؟ يا تحب ترضيهم يا ترضيني يا ترضيهم، واحد منهم بينا ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا 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 جينا زي ما رمشك خد ليالي وحكم وقمر فيها وفيها زي ما رمشك خد ليالي وحكم وقمر فيها وفيها ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي أحضن قلبك بحلم وأصحى وأعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه من غير ليه عارف ليه من غير ليه من غير ليه يا حبيبي بحبك والله هم يحبوك والله بصدق. شوف ما شاء الله صوت رائع، شكرا استاذ وشكرا لضيفك الكريم يعطيك الصحة، صوته يشبه صوت عبد الحليم، شكرا ليك، احساس جميل ما شاء الله، مساء النور. شكرا يا امل والله كل الدعم لهذا الصوت، واو جمال على جمال، شكرا يعطيه الصحة. صوت لم ارى مثله، شكرا يعطيكم الصحة والله. ايش باش نحكي لكم، ويعذرونا بقية طبعا الكومنتات والتعليق. خلينا الليلة نبدأ حوارنا بس نحكي، لاني عندي برشا حاجات الليلة نحكيها ان شاء الله مع فهد مباشرة الليلة في لما على الاف ام، ونرجع ونرجع والله نرجع بما ان العود موجود. ما هو هكا فهد ولا لو مازلنا باش نرجع اللايف نرجع نرجع يا سيدي ان شاء الله. تبارك الله صوت رائع ومميز يعطيه الف صحه، به يعطيه حتى صحه زاده من قديه يعني نحب نقولها له زاده، اما مخليها للاخر هذا كان كلامي في الاخر ان شاء الله. احنا ندعم كل صوت تونسي جميل مثل فهد، شكرا لكم. شكرا انت راس مالك جمهورك هكا ولا لا فهد؟ ايه يعطيهم الصحه كل الدعم. به يا سيدي فنان بكل هالإمكانيات اللي عندك، بهالثقافة الموسيقية الواسعة اللي عندك، بخامة الصوت الرهيبة اللي عندك، بالكاريزما اللي عندك، بشنو آخر هذا الكل، إنك قليل الظهور راجع ممكن لحساب عندك، راجع لان الساحه الفنيه ممكن انك تقول لي تغيرت، راجع لان الاغنيه تكلف، الاغنيات ها موجودين كل شيء موجود، شنو بالضبط شنو الحكايه معاك؟ انا نحب نفهمها. ما فماش حد شيء، هو راهو باش ما ندخلوش في موضوع كبير هو. لا نحب الليله ريتك الرومان نحب نفركها الليله من الاخر. طيبه شويه يا اخويا نخليه علي انا هو قليل الظهور وانا بخيل ميساج.
فما حاجة ما فماش ما يزاد راه. وشوف مش نعطيك لمحة بسيطة مش تفهم الموضوع الكل. ما نهريك هي الطبيعة معتها كيكون الإنسان صعيب شوية. أنت كاسح في طبيعتك صراحة. والله ما اللي يعرفوني الكل اللي 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 باش تعرفني بالكدايز لازمك تقربني برشا. القراب برشا يعرفوا معتها من بعيد يراني كاسح. انا لو تشوف واعوذ بالله من الكلمه انا نعرف اللي معناتها نتحب من العباد اللي يسمعني يحبني موسيقى ونحكي وصوت واغناء مش مشكله. انا ممكن مشكلتي ديما مع الناس اللي يحكموا في ال هاك بديت تو صح يتسرح شويه تسرح. انا 2000 نرجع بيك ل 2012 2000 وعملت دوسي لوزارة الثقافة باش نعمل عرض عندي فيه على 60 دقيقة عندي 40 دقيقة ال 20 دقيقة ذوكم الساعة ونص عندي فيها ساعة ونص ساعة مش متاعي معناتها الدوسي دو بريس دون لي نورم وفيه دي في دي وسي دي وغاني وكل شيء. صبيت الدوسي وقعدت نستنى ما اختارونيش. عاد كي رجعت للأروقة بتاع الوزارة قابلني واحد ايش قال لي يا فهد انت ايش بيك ما تمشيش وتجي؟ قلت له شنو كي واحد يمشي عادي الباك يمشي ويجي. اي هاو بدا يبان الخيط ها اي سيدي كمل. لا شاب كمبيالا والاخر جاي يبكي والاخر جاي يبكي. قلت وظيفه في بالي وزاره الثقافه مش وزاره شنو نمشي معي. سبحان الله. وقت اللي تبدا وقت اللي يولي معناتها الدور نتاع مع كامل احترامي لو طال نحكي لك كلام هذا وما عندي ما ماني طالب شيء ومن انا ابري تو كي تعيك توا ممكن برشا يراها المعيار النجاح. انا تو كي تعدي الاغنيه ونهار اخر ولدي نوريه نسمع نقول له هو باباك شنو يعمل. اه ولدي انت ولدي وهذا يا ولدي. كبرت الكليه اذا كبرتها اخترت لها الكلمات نتاعها واخترت لها اللحن نتاعها والاستوديو نتاعها والتسجيل وكل شيء. بعد النجاح هو من عند ربي وموضوع اخر ونعم بالله مواضيع اخرى مع زاد ما نجيش نحط كل شيء زاد على ممكن انا زاد بيدي طبيعه الكومبورتمون نتنرفز فيه ساعة وتوا بالزمن ما عادش نتنرفز كيما قبل ومعاك زاد من العمر ثم وسع بال هكا توا اي ولي تعمل تحليل اكثر رزين اكثر واقعي تقول بو انا وقت اللي تنرفزت عمري 28 ولا 25 ولا 27 سنه تو الارج دو 45 46 عام بعدها صغير الشباب ما زال العمر موجود ما فات شيء كي نشوف الساحه ما فما حد شيء جديد. ثم احترامي للي موجودين الكل دون نقد ودون واحد من كلهم باهين وكلهم اصحابي وكلهم احباب باهي. نمشي معاك النقاط مهمة. قال لك صبري قال لك الظلم في كل المجالات راهو موجود. نادر شكرا لك يا نادر. فتحي تحياتي لك يا فتحي بربي. قال لي حبيب قال لي الظهور الإعلامي عرف بالفنان التونسي به واضح بربي عنده قناة يوتيوب ولا لا. وأنا ريت النقطة هذه باش نبني عليها تو تأكدت اللي ضيفك فنان وأنا طلبت الأغنية بالقصد لأنها أغنية صعبة جدا وهذا فنان كبير. شكرا يا صبري ولبنى والله برافو يا فهد فنان متميز صراحة بالتوفيق إن شاء الله. سهرة روعة معاكم الليلة ما شاء الله صاحبي. شكرا شكرا يا صاحبي شكرا شيما شكرا الناس الكل والله بدون انحياز وبعيد عن جهوية فنان الفنان صوته ولا في الأحلام ذي ها هو به يا سيدي. نقطة باش نبني عليها وين قناتك على اليوتيوب وين الأغاني هذوم اللي بعثوهم وينهم الأغاني هذوم مش موجودين صديق مو ساعات كيت ملي كيدك الحال مش كيدك راك فنان مميز مسيرش هذا يا من حسن أخلاق. هو المشكلة أنه عاد خلنا نرجع لك بنرجع بنعطيك شنو هو الهيستوريك شوي باه ريت مع تخلت فما معناتها عالميا راني بعدها تعدي معناتها تعديت وعندي فتره بعيد معناتها بعدت شوي عليه الفنان حاله نفسيه اذا كان يكون شو مرتاح وشيخ
معناتها ساعات تجيك دي مومون دو حاله نفسيه انك ما يا اخويا ما نحبش نظهر معك ما يستاهل كنت قد ما كنت نجري راهو باش نظهر نجري اما يجيك حاجات اللي تفدك وما نحبش نحكيهم خاطر تعداو تو من الماضي هكا هو تعدوا خلينا تو في الفتره هذه لو تسمع فيا تو انت اللي عشان يوتيوب انا بصدد معناتها المره الجايه من هنا وقتاش تحب في اقرب فرصه قاعد نحضر فيها صحيت وتحب نعاونك ولا لا تحب نعاونك تدلل ما فهم حتى فهد شوف بمحبة يا فهد من الـ كيفش يقولوها تو التلميذ اللي علمته خاطر انا قلت له ما بعدش من 2009 10 ما انتجتش عملت مدرسة متاع موسيقى وعندي الكونسرفاتوار متاعي لهنا في حلق الواد ما شاء الله الله يبارك عندي وليد علمته عندي جيتار توا تبارك الله باش يولي مخرج اها شوف شوف ما انا عاد هذا يعمل عليه هذا والله يعطيه الصحه كاي سناي كي يخرج مخرج حسام ربي يبارك له ان شاء الله خويا حسام ولدي اها انا مقيد حوسي عرفه خاطر يشبه ياسر حتى في الفيزيونومي المخرج نتاعنا سي عرفه الكبير في حمادي عرفه اي دونك هو قال لي فهد يلزمنا ندخلوا شويه نعملوا ديجيتال ونعملوا اي بورتو راني معناتها التكوين نتاعي ماركتينغ انا مانيش موسيقي من اصل اها انا عامل ميتريزو ماركتينغ اها يعطيهم الصحة قالوا لك أنت عندك الدواء بين ظفرين اللي هي الموسيقى ما يهمك في الداء والله شكرا يا صبري والله ريت مقوام هذوم الناس والله صح باهي خلينا نرجع شوية توا وندندنوا شوية للناس ومازلنا إن شاء الله عندنا برشا حاجات إن شاء الله باش نحكوا فيها خويا الغالي أنت جاتك هي اللي تعرف بيك أعمل ثم أعمل ثم أعمل حاضر خويا الحبيب ها هو عدنا توا فهد وأخيرا يعني نقول ان شاء الله شان اليوتيوب قناتها على اليوتيوب ان شاء الله باش تكون جاهزه في الفتره القادمه تنجموا تدخلوا على الفيسبوك نتاعها وايضا صوتها ما شاء الله زاد غني في الحفلات الكل هاي سيتي شنو تقترح علينا صديقي فهد هتحب في اللايف دي ما تاوش اللايف الليله ما تحكي زاد شفيع بربي مساء النور ما شاء الله والله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله يا ربي امين ان شاء الله ديما موفق باذن الله اي سيدي الحزن من قلبي روح والله صوتك حاجة هدية والله صوتك حاجة هدية خفف الآلام والنور يا شاملة بالي بالي يا شاملة بالي بالي يا شاملة يا شاملة بالي يا شاملة بالي بالي يا شاملة يا شاملة بالي غني لي شوية الله هو قبل صوت حنور يجي لي عشق ويبكيني الله وقبل الله الله وقبلك الله وقبلك
صو حنون يجي لي عاشق ويبكي عندك دلال في كل فنون عندك دلال في كل فنون يا ليل يا ليل يا ليل يا إيكارا أحساسي ويسبي الحاج تريح لي بالي والعيش قربك تخلالي وانظر لي وانظر لي حالي يا شامل بالي بالي يا شامل بالي بالي يا يا شغل بالي بالي يا شان بالي بالي يا شان يا شغل بالي غني لي شوية الله يا سيدي يا صحيح والله ربي يوفقه ان شاء الله ويلقى حظه ويلقى الخير الكل يا سيدي فهدوش تحياتي والله يا رب جوفيك يا سيدي صح كل الشكر والله يا ريت لو باهي باش نسمع زاد انتاجات الخاصه بربي هذه لبنى بربي حتى مقطع صغير يا فهد الام كلثوم فتحي ما شاء الله عليه بالتوفيق ومزيد من النجاح ان شاء الله هذا المساء هو مساء جميل وما فماش ما احلى من ان نسمع هذا الصوت به مميز يا سيدي يعطيكم الصحة الناس الكل صوت جميل ما شاء الله اخدم توصل ولمزية أحد واضح يا أخويا شو تعطيهم مقطع شوي الأم كلثوم على ذوقك أغاني أم كلثوم الكل يا سيدي نوم ولا فعليا ما خلاش الفرق فيا ما خلاش فرق فيا لا نوم ولا دم فعليا ما خلاش الفرق فيا ما خلاش الفرق فيا نسيت النوم وأحلام نسيت الليالي وأيامه وبين الليل وآلامه وبين الخوف وأوهامه بخاف عليك بخاف تنساني والشوق إني على طول صحاني غلبني الشوق وغلبني وليد البطل
دوبني دوبني ومهما البعد حيرني ومهما السوق صغرني لطلب عدك يغيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد عنك. الله غلبني الشوق وغلبني يا أيلول لبنى غلبني الشوق وبخاف تنساني يا أيلول. شكرا ويعطيه الصحة محمد سحواني، تحياتي ليك وأحلى سهرة الليلة. شكرا ليك فتحي، والله يا أخويا قلبي ما يتحملش يا أخويا، ما شاء الله ما خلاص ما خلاش الفراق فيا. شكرا مثالش، نقدم تحية الليلة مع هذا الصوت الرائع أميرة. شكرا ليك شكرا ليك وشكرا للي شغل بالي. البكري يا شغلة بالي يعطيك الصحة. شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحة للناس اللي معانا. محلاك ومحلى أخلاقك يا فنان يا رائع، وإن شاء الله ربي يوفقك. شكرا يعطيكم الصحة الناس الكل ماما حياة. شكرا ليك، أهلا وسهلا بالجميع. فهد يعني توا حاليا عصر منش عارف، عصر كان تغير 180 درجة. لازم تيك توك، لازم تكون موجود، لازمك الفيسبوك الانستغرام الدنيا كل المواقع هذه كلها لازمك تكون موجود فيها. وينك من هالمواقع؟ هاني قلت لك هاني تو هاني معناتها في القريب العاجل للكل المواقع الكل. معناها نجي نضرب هيك نلقى فهد على التيك توك، الفيسبوك ومركوا اليوتيوب، نلقى الاغاني موجوده. يعني الامور نظاميه، عامل استراتيجيه حلوه للفتره الجايه. التيك توك بتتر لا عاد علاش؟ ما انا الاغاني كيفاش باش تطلع ترند؟ الاغاني كلها باش تروج فنان يا اخويا. اسمعني شوف كل واحد يخاطب لغه بجيله بعصره بوقته. تو هو ممكن وقت التيك توك، هاني قلت لك تو معايا سي حسام عبد الواحد. هو خليه هو ريتا حسام، تحياتي لحسام وكل هالمهمه هذه اعطيها له، هو يتكفل بالباقي. هو تو يحكي تو على الديجيتال اللي موجود، ديجيتال ماركتينج. هو اللي جاء يلوم علي قال لي كيفاش يا سيدي، هو يعيط لي سيدي من لو بعد قلت له يا قال لي يا سيدي انت شبيك غايب، علاش ماكش موجود؟ نفس السؤال اللي تسال فيه انت. ريت حسام انا عندي فيك ثقه يا خويا، هاو طلعتيك الدنيا الكل، حضرنا بروبوزيسيون باهي، موضوع باهي في التيك توك وفي في الشين يوتيوب، وانا ما بريتو مانيش خاسر حتى شيء. فهد شنو اللي ما مشاش معاك؟ حسيته هيك مشى باهي الحظ هذاك ومنا ومسؤولين وكذا والوزاره وغيرها مديري المهرجانات وكل هذاك موضوع، اما نحكي من جانب اخر يعني من حيث الاغاني، من حيث عمليه الترويج للاغاني، من حيث ايضا الظهور في التلفزات والاذاعات اعلاميا. يعني تعرف شنو اللي حسيته؟ اي حسيت ممكن انه فما حاجه اللي والتي مش قناعه، ممكن لا بشويه بشويه، ما نحن بخال على بعضنا برشا في حكايه ال 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 معناتها كي نجيو لتونسي نبداو نلوجوا له في اقل معناتها تولي ديتاي دو ديتاي معناتها اي ونكثروا من هذه ايش معناتها من نوادر منشط من غير ما نذكروا الاسامي. اها باه نعطيك النوادر اللي يضحكوني خاطر انا نفهمهم. اذا كان انت تمد غنايه شبابيه ومتاع شتيح وفي الصيف تمدها في اول اخر ماي دونك في اول جوان على اساس باش تتعدى اون اكسكلوزيفيتي، تتعدى لك في سبتمبر. شو معناتها؟ ريت هذا موضوع حاجه اخرى. كي انت تتكلم معناتها كي منشط باش يعدي غنايه يقول لك انا ما عجبتنيش الغنايه، هو على خاطر تونسي عديها انت، انت تحكم انت معناتها انت شكون حطك ممثل على الذوق العام؟ حتى كامل احترامي طبعا عندك طبعا. ريت يا فهد انا نحكي معاك بكل راني لا نجبد مش تقول لي شكون وعلاش وكيفاش، هذوما مواضيع من الماء ما يهمناش فيه. اي صحيح
لكن كيفاش يقولوها هي الود كيفاش هي غالب ومغلوب شنو هي هذيك هي ما تغلبت مره غالب ومره مغلوب وما والحمد لله ولا الانسان يتعلم من اخطاء بنسميهم اخطاء بون بيتيت ماهمش اخطاء بين نحطهم اخطاء ونحن الموج نخدمه واللونفي رجعت حسها لي انا راجعه الايامات هذيه معناتها الاشهر هذوما القراب رجعت لي النفحه نتاع الغناء ونتاع العزف ونتاع تو كان نقول لك انا العود هذيه ممكن عندي كذا سنين ما شديتش العود ولا اربع سنين قد البريود هذي والله ما شاء الله وخلينا زاد مع العود. عاطف من فرنسا تحيه ليك يا عاطف يسلم عليك يا فهد ويا ريت هيك تتحفنا بحاجه تونسيه فنانة الليله حاجه على ذوقك. شكرا يا عاطف وتحيه طبعا لكل الجاليه التونسيه اللي موجوده في فرنسا وربي يوفقك يا عاطف. شكرا ليك حبيب الديجيتال شيء ضروري خاصه في وقتنا هذا. احنا عرفناكم عن طريق التيك توك فقول للفهد يا سيدي راه التيك توك ضروري بيه واضح يا سيدي واضح هو سيدي العارفين راه مش انه يستنى فيه باش نقول هو عارف كل شيء وكاهو بزاد اشوف اها انت تو عندك الانغام معناتها الغنيات الكل اللي تعديو فيهم غنيات عندهم اقل شيء 2007 2008 2010 معناتها اغنيات عندهم اقل شيء 12 13 15 سنتين. نعم انت تو كي نسلك اي انت سمعتهم الاغنيات الكل بكل واحد سمعتهم الكل كل نجم ما نجموش يتعدوا الكل. شوف راي حسب ستايل ريت انا تو صنفتهم راي كل واحده بستيلها كل اغنيه وستيلها. شوف هاي باش نمشي معاك نمشي معايا دبه دبه صديقي يا باه. شوف المشكله انه معناتها ان سارتان مومون فقد المنشط ولا معناتها ولينا في تونس اللي ينقد مع المنشط هو الناقد وهو ال ال هو اللي عامل روحه الكل في الكل فهمتني خايبه معناتها ما خلي الناس تحكم شو محليك انت تو عديت عملت تقديم انت مقتنع به لكن وكان جاء المقابل ما يستحقش هذاك رغم الجمهور معك بالديجيتال تو راه عطاك على بعضه. لا شوف جمهورنا واعي وناضج و كي يسمع صوت هيك تقريبا لا يختلفوا اثنان في الخامه الرائعه اللي عندك. قال لك بربي شوشو يعني باش نقرا لك وشوف انت وحدك احكم وحدك يا سيدي. قال لك للاسف في زمن انعدام الذوق العام وما دامك تعمل في حاجة تحبها بحول الله توصل يا صديقنا فهد. شكرا ليك بربي وصل تحياتي. شكرا يا خالد الشادي تحية ليك. فهد اخدم على روحك معاك بقدرة ربي توصل. شكرا صاحبي. شوف اني راني للأمانة حتى نقولها لأول مرة اني بس نقولها في المباشر فنان فهد راني نعرفه من سنوات ما نعرفهش اليوم ولا عام ولا عامين ولا قداش سنوات وانا نعرفه. انا علاش انا قلت لكم بديت بالاغنيه هذيك عندها سنوات بعثها لي فهد ونتبع فيه ديما نتحسر بيني وبين روحي مسالش فهد خلي نقولها له فضفض نبغي الليله نرتاح ليله نبغي الليله نرتاح ديما نتحسر بيني وبين روحي كي نشوف فيك فهد ولا نسمع الاغنيه نقول فنان بهذا الحجم وبالامكانيات الصوتيه اللي عنده هذه وما نشوفهاش منه. يلزم نحل التلفزه نلقاه يلزم نحل الاذاعه نلقاه يلزم المسرح اغنيه نلقاه المهرجان في كذا هاو ينقز هاو البرا او في الخارج. من المفروض يعني كانت دنيا دنيا ونعطوا لكل ذي حق حقه مسالش كلمة حق زاد في فنان لأن تونسي منا وفينا هذايا ضروري جدا بربي تحية من جروب يعطيك الصحة وشكرا لكم والناس الكل اللي تبع فيكم ربي يحفظكم. بالله يقدم تحية باسمي الجميع المستمعين خالد حاضر يا خالد ووصلنا بربي التحية باهي يا سيدي واضح. هاني عطيتك رأي فهد قوي ريت ما خليش في قلبي أنا أخوك. الأولوية دائما للفنان أنا تونسي حبينا ولا كرهنا. شوف راهو كي تحكي لي تقول لي انسالي اليوتيوب وانسالي كل شيء معناتها تو بالنسبه لي انا اذا كان انت لو تعرفني من قبل لما انت هل يا سيدي في تكريم ما تنجمش تعيط لفهد يغني لك غنيه في تكريم هاي انساني من واحد في برنامج يغني لك غنيه في واحد في قلب تنجم تعديه يتعدى يجي يتعدى على الشيء ويجي يعمل بلاستو
انا مراو ما نحبش نتكلم اما 2008 راني انا ام في تي برينسيبال انا وديانا كارازون في عند عفاف الغربي اللي نحياه اي في ليميسيون تاع عيد الحب اون 2008 جيتي لام في تي برينسيبال معها هي تعدي عديت 6 اغنيات وانا عديت 5 اغنيات ما شاء الله تحيه ليها صديقتنا ديانا تحيه ليها اي يعني المشكله الوحيده لاني هاني قلت لك من بعد المشهد الاعلامي تغير وزاد كيف كيف ولا ما عادش المعيار هو القيمه الفنيه والانتاج ولا لا لا مواضيع اخرى يا فهد وانا نشوف الوقت يا فهد ليه ليه هكا تو يا فهد ليه تعمل لنا هكا شوف الوقت اللي غالب يعني بس نعمل معاك فشوف فلازمها لازمها جزء اخر ولازمها نحدد ان شاء الله موعد في الفترات القادمه وراسك هاللمه الرائعه وهالعود وصوتك وحديثك اما بشرط توعدني في المباشر ان نعمل لقاء ثاني وعد ناخذه منك انا بشوف انا فما حاجه ممكن ما ممكن مش انا نحبها قريت برشا ما يحبش اللقاءات المباشره انا عاشق اللقاءات المباشره واحلى حاجه وانت برهنت حتى من خلال به سيدي اش قولك نقفلوا باقه الانغام من عندك ومن بعد انا باش نمرر لهم اش عندي زاد حتى انا زاد من اغاني والله